حلتنا لعدد اليوم محمد الطاكسيير اللي جا خصيصا باش يوصل احلام اختها المريضه اللي جاو من العاصمه لسيدي بلعباس عند الشيخ بن شنفاره. تندخ شويه. محمد تعيش. طلع الكارو، طلع الكارو محمد. نحس في راسي، نحس العياط في راسي، العياط. ريحت شوية، ريحت مع شوية يماك. ملاح وسيف أو ملح سيف. شت سكتي، شت شت. وسيف أو ملح طلع في هذاك الولد ده، خرجك حاجة مليحة. عنده مستقبل كبير هذاك الولد، طلع فيه. الله فيه محمد. محمد وهذاك تراب اللي عندك. شت سكتي سكتي سكتي. شت محمد، وتراب اللي عندك وش راك ناوي دير فيه؟ هاي نروحوا للدار احلام. محمد دينا للدار. واش راح يكمل معاهم؟ خاف من هاد الصوالح يا درا، واش راح يصرى لداخل؟ في هذا الوقت الحاجه اللي عرفناها في الكواليس انه محمد مريض بالقلب، وهذا الشيء خلانا نخافوا ونطولوا عليه. وين راك يا عمار؟ محمد الحكايه راهي بدات غير تزيد، ومحمد راهو غير يتقلق، وعلى حسب واش راه يبان خلاص فشل والسكر طلع له. الحمد.
الحالة ما راهيش تعجب، والخلعة وقيلة يا جماعة زادت عن حدها، والحكاية تقلبت. وش راهو صاري؟ شي تحكم محمد اضحك مو البنات. الكوراج اللي كان عندي صافريمو، باسكو علاش فقت التاليه بلي ماشي دم، باسكو خدمت في لوبيطال وخدمت بصح شوالا نستعرب بكم نستعرب بكم والله نستعرب بكم نبكي بيسكو علاش السيد بخلوها خلوها هكا الونجي او موا جيت باش نعاونه نطلعه او موا يطلع شويه ريسبيراسيون شويه اكسجين ولا بصح كي الاخر شت بلي ماشي دم ماشي دمني. عيب عليك مدام، والله لا عيب عليكم واحد واحد. جيت نخلعك خلعتني الشيخ زعما انا اختك السلام عليكم تعاودوا ما تحكموا لي وحكمناكم انا راكو حكمتوني صح فطوركم صح رمضانكم وفار طب ايه يا جماعه نهار عليكم ونهار علينا وفارق لا 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 لا
الساحر واللي جبناه باش يكون محكوم ولا هو الحاكم، وفي عد باش يتحكم محمد أضحك مول البنات.